زلزال تركيا وسوريا يسقط القناع ويكشف عن وجه أوروبا الذي لا يعرف الرحمة. هذا ما عنونه موقع ميدل إيست آي البريطاني. الموقع أشار في تقرير له إلى التجاهل الأوروبي للزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين، رغم إنفاق دول الاتحاد المليارات على الحرب في أوكرانيا. وأضاف التقرير أن أوروبا بدأت تتجاهل كارثة الزلزال في العناوين الإخبارية الرئيسية في اليوم الثالث للكارثة، وبعد إرسال دول فرق إنقاذ عند نقطة تتحول فيها عملية البحث إلى وضع الكآبة واستخراج الجثث وكشف حجم الكارثة بدلاً من إنقاذ الناجين. هاي الأجهزة اللي بتكشف أنه في ناس أحياء لسه موجودين هون ولا لا، هذا اللي بدنا إياه كله. بس مع الأسف مناظرنا ومشاهدنا تحت الركام ومناظرنا ومشاهدنا ونحن عم نموت أصبح أمر طبيعي. وفي موازنة بين حجم الدعم لحرب أوكرانيا وزلزال سوريا وتركيا، ذكر تقرير ميدل إيست آي أن بريطانيا قدمت لأوكرانيا 2,700,000,000 دولار كدعم في العام الماضي فقط، بينما لم تقدم نفس الحكومة سوى 6,000,000 دولار ل23 مليون متضرر من الزلزال في سوريا وتركيا، مضيفا أن الزلزال الذي ضرب البلدين كان فرصة من أجل الإثبات للعالم أن الغرب بإمكانه أن يعيد البناء، إلا أن هذا آخر ما يخطر بباله.